طيب الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حوار المساء، والتي نركز فيها على محورين. الأول حول دعوة الأمم المتحدة لحكومة العبادي سرعة إعادة النازحين، وفي المحور الثاني نناقش أسباب توقف الحوار بين بغداد وأربيل. فاصل ونعود إليكم. دعت بعثة الأمم المتحدة في العراق حكومة العبادي إلى الإسراع بإعادة النازحين وتحقيق المصالحة الوطنية والقضاء على الفساد وحصر السلاح بيد الدولة، مشددة على ضرورة معالجة أسباب العنف في العراق من مصالحة وشراكة حقيقية. نتابع هذا التقرير. إعلان العبادي النصر رآه أنصاره نصرا أو دعاية انتخابية كما وصفتها لجنة الأمن والدفاع النيابية. ولا أن وضعت الحرب أوزارها في العراق، فإنها وبحسب كثيرين لا تكاد تنهي أزمات البلاد المتلاحقة. الأمم المتحدة أفردت لما بعد نصر العبادي بيانا خاصا يتعلق بمرحلة العراق عقب حرب استمرت 3 سنين عجاف، قال عنها العبادي إنها وقت قصير. لكن هذا الوقت القصير بنظر رئيس الحكومة كان كفيلا بتغيير ملامح مدن بأكملها وتهجير نحو 3 ملايين مواطن، فضلا عن آلاف القتلى والجرحى. الأمم المتحدة تحدثت عن الأولويات المطلوبة في الوقت الراهن، وعلى رأسها الإسراع بإعادة النازحين الذين تقطعت بهم السبل وضاقت بهم حتى المخيمات، فيما أكدت على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، وهو ما لا يتوقع مراقبون حدوثه بعد تجذر نفوذ الميليشيات في مختلف مفاصل الدولة، فضلا عن شرعنة وجودها بإنشاء هيئة ميليشيا الحشد. أزمة كردستان أخذت مساحتها هي الأخرى، فقد كانت بمثابة النفق الجديد الذي أدخلت به البلاد بعد سلسلة تراشقات سياسية انتهت بعمل عسكري قادته إيران بحسب نجرفان بارزاني، مشددة على ضرورة إيجاد حل مستدام للمسائل العالقة بين بغداد وأربيل. بعثة الأمم المتحدة في العراق أشارت إلى ما حاول البعض تمويهه أو إخفائه، وهي الأسباب الحقيقية لما ساد العراق في السنوات الماضية، فقد دعت إلى معالجة الأسباب التي أنمت العنف في العراق، كما تهيئ من جديد أرضية خصبة لهذه الظاهرة التي كانت سياسة الحكومات المتعاقبة السبب الأبرز في نشوئها بحسب محللين. وفي حالة كحالة العراق وتجربة دامت 14 عاما، لا يمكن بحال من الأحوال التنبؤ بمجريات الأمور من ناحية تفاؤل أو تشاؤم، لكن تشرذم العملية السياسية بفعل أزمة كردستان العراق وبداية صراع جديد بين الشركاء مع قرب الانتخابات في عام 2018 يمكن أن يوحي بقادم من الأيام أكثر صعوبة مما سبق. ولمناقشة المحور الأول ينضم إلينا الأستاذ عمر الفرحان من المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب، والدكتور هلال الدليمي المحلل السياسي من عمان. أبدأ معك دكتور هلال، يعني كيف تقرأ دعوة الأمم المتحدة لرئيس الوزراء حيدر العبادي بالإسراع بإعادة النازحين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تحية لكم ولقناة الرافدين والأستاذ عمر والعاملين في القناة. أولا، الأمم المتحدة صمتت طويلا وكانت تقاريرها خجلة طوال الفترة 14 عاما، وخاصة نتحدث عن أزمة النازحين التي بدأت في عام 2006 داخليا في بغداد بعد تفجير المرقدين، ومن ثم النزوح الأكبر الذي شهدته المحافظات بعد أن تعرضت لعملية انتقامية واضحة المعالم. الأمم المتحدة وصلت إلى قناعات راسخة بأن الحكومة حيدر العبادي وحكومة المنطقة الخضراء تستهدف سكان هذه المناطق، وهناك أدلة دامغة على صحة ما نقول وما تقرره الأمم المتحدة بحيدر العبادي ودعوته للإسراع في إعادة النازحين، إلا دليل على تململ العالم وهذه المنظمة التي كانت تهادن وتجامل الحكومة كثيرا. قضية النازحين أصبحت قضية واضحة، هناك مدن
لم يسمح لسكانها العودة لحد الآن، وهناك مدن أزيلت من الخارطة ولم يتم حقيقة أي إجراء حقيقي وواضح تجاه هذه المناطق. المناطق التي استهدفت هي المناطق أهل السنة تحديدا في المحافظات الستة وحزام بغداد، وشاهدنا كيف يتم تخصيص المبالغ لخدمة الزيارات وما إلى ذلك، ومع إهمال كامل للنازحين وهم يعيشون في الخيام. إذن دعوة الأمم المتحدة دعوة متأخرة ومتأخرة جدا، وهو حقيقة دليل آخر على أن الحكومة في المنطقة الخضراء غير جادة في إعادة النازحين. لاحظ لحد الآن نحن لدينا أرقام عوائل ومعتقلين لحد الآن في الأنبار، في صلاح الدين، في الموصل، وهناك ألف عائلة الآن في حمام العليل معتقلون لحد هذه اللحظة، ويعانون الأمرين من الاستجواب والتعذيب. وعوقب سكان هذه المناطق على جريمة ارتكبتها الحكومة، لأن الحكومة هي مسؤولة عن حماية المدنيين، وليس المدنيين مسؤولين عن حماية الدولة وحماية الجيش. هرب الجيش من هذه المحافظات هروب مخزي ومخجل، ومن ثم عادوا لينتقموا منهم بشكل أفظع وأكثر فظاعة حتى من تنظيم الدولة. نعم دكتور هلال، طبعا نحن بانتظار أن ينضم إلينا الأستاذ عمر الفرحان من المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب. دكتور هلال، يعني لماذا خلا خطاب حيدر العبادي رئيس الوزراء قبل 3 أيام عندما أعلن ما يسمى بخطاب النصر من فقرة إعادة النازحين؟ هذا عمل مبرمج أخي الكريم، ودليل واضح على أن الحكومة تستهدف سكان هذه المناطق وتدمرها، ومن ثم تركهم على هذه الحالة لإجبارهم على اتخاذ خيارات ربما في سيناريو المحتل الإيراني الأمريكي للعراق، أن تجبر من يهاجر من ليهاجر، ومن يبقى خارج دياره مع وجود نقص كامل في عودة النازحين. النازحين دمرت بيوتهم وأوذوا في أولادهم وفي أرزاقهم وفي سلبت أموالهم. يعني لاحظ أن الجريمة المركبة، أن داعش عندما احتل هذه المناطق وسيطر عليها، هم اعتبروا كل سكان هذه المناطق هم دواعش، وهذا هو الهدف الأساسي من إدخال داعش، وسمح لهم التمدد بهذه الطريقة، ومن ثم يأتي الحشد الشعبي ليسرق ما تبقى من البيوت ومن الأموال والسيارات، ويحرق المنازل ويحرق المزارع ويجرف، ومن ثم يعيد السيطرة وتترك هذه المناطق على هذه الحالة. حيدر العبادي واضح من يقوده، هم اعتبروا سكان هذه المناطق أعداء منذ البداية، وقالوا صراحة قالوا أن سكان هذه المناطق أعداء لنا على لسان حيدر، على لسان حيدر العبادي تارة، والحشد الشعبي، وعلى لسان المالكي بكل وقاحة وبكل قلة أدب قالوا عن الموصل بأنها هم هؤلاء أعداء، وهؤلاء هم وصفوهم بأقرع الأوصاف. نعم. لأن العداء واضح، لأن يعني المجتمع العراقي يعرف جيدا أن عملية النصر الزائف هذه عملية أريد منها التدمير هذه المناطق التي ثارت على المحتل الأمريكي الإيراني، ولا زالت تقاوم الاحتلالين المركبين للعراق. وبالتالي لماذا يصر حيدر العبادي ويعطي التزاما هو أمر بتدمير هذه المناطق وهو ضمن؟ نعم دكتور هلال، أعود إليك. نعم طبعا تعذر الاتصال بعمر الفرحان من المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب، وينضم إلينا الأستاذ شاهو القرداغي الكاتب والباحث السياسي من اسطنبول. أستاذ شاهو، يعني كيف ترى جدية حكومة حيدر العبادي بإعادة النازحين والتحقيق في الجرائم التي ارتكبت على يد القوات الأمنية والميليشيات؟ تحياتي وتقديري لكم المشاهدين الكرام. حقيقة هذه المحاولات هي فقط تصريحات إعلامية لغرض تجميل الحكومة وتجميل حكومة المالكي، وخاصة العبادي، وخاصة شخصية العبادي الذي يريد ترويج نفسه في سبيل الدخول في الانتخابات. ولكن على الأرض الواقع لا نرى أي جدية للقيام بمحاسبة المجرمين وإعادة النازحين إلى مناطقهم، وخاصة أن المنظمات الدولية والمحلية
أقرت واعترفت بأن الحشد الشعبي هي التي تمنع عودة النازحين إلى مناطقهم وتقوم بمعاقبة من يعود وتمارس جرائم طائفية وإرهابية تؤدي إلى استمرارية الفوضى والنزاعات في هذه المنطقة. وهذه التقارير رفعت إلى الحكومة ووصلت إلى المعنيين، ولكن لا يتم الاهتمام بها ويتم إهمالها من قبل حكومة العبادي، الذي نرى أنها تكرر نفس أخطاء الحكومة السابقة بقيادة المالكي، وتكرر بالتالي نفس النتائج سوف تخلق عن هذا الشيء كما حصل في أواخر حكم المالكي. ونتوقع أن يحصل هذا الشيء، وخاصة أن المسؤولين عن هذه الجرائم موجودين داخل الدولة وعندهم نفوذ وقوة، حتى أن داخل مكتب العبادي هناك فاسدون، هناك من يقفون وراء تقوية الميليشيات، وراء دعم الميليشيات، وراء دعم الخطط للتغيير الديمغرافي في العراق، عندهم خطط مستقبلية. وبالتالي بالمقابل لا نرى خطوات، أي خطوات من قبل العبادي لمعاقبة هؤلاء. نحن رأينا أن العبادي حرك الجيش وحرك الميليشيات باتجاه كردستان بحجة أنه يريد تطبيق الدستور والقانون في هذه المناطق. نحن نريد أيضا أن يطبق القانون على هذه الميليشيات التي خرقت القانون وخرقت الدستور وأهانت كرامة المواطنين في هذه المناطق، ولكن للأسف نرى العكس من هذا، نرى أن العبادي هو الذي يدافع عن هذه الميليشيات، وبالتالي يثبت أن هذه الميليشيات تعمل تحت غطاء حكومي وغطاء دولي، ويعني لا تخاف من وجود يعني وجود رقابة عليها. نعم دكتور هلال، يعني مطالب الأمم المتحدة كذلك تضمنت تحقيق المصالحة، كيف ترى واقع المصالحة التي دائما ما تثار من قبل الحكومات السابقة والحكومة الحالية؟ المصالحة مصطلح يراد به حقيقة إذعان الناس لحكم الأحزاب الدينية الإيرانية الهوى، وهذه هي المصالحة مع من؟ يعني هل أن الشعب العراقي كأفراد قبل 2003 كانت بينهم خصومة، وتأتي الآن الحكومة الرشيدة التي أتت بها الولايات المتحدة الأمريكية لتعمل مصالحة بين الشعب العراقي؟ الشعب العراقي ليس لديه خصومة مع بعضه البعض، الخصومة بين الأحزاب السياسية وما بين الكتل السياسية أنفسها. الخصومة الحكومة مع الشعب العراقي، كيف أتصالح أنا كمواطن مهجر استهدفت من قبل الميليشيات ومن قبل الجيش ومن قبل الشرطة مع هذه الحكومة؟ كيف أتصالح أنا مع جهة أو جهات أوغلت في دماء العراقيين وأوغلت في سرقة أموالهم؟ وحقيقة الأمر أصبح وخصخصة كل شيء، لأن أصبح المواطن العراقي غير قادر على العيش في بلده سواء كان في الجنوب أو في المناطق. كيف تتم المصالحة بالفعل؟ كيف تتم المصالحة وما زال النازح يمنع من العودة إلى بيته ومنزله ومنطقته؟ إذا كانت الخصومة هي أساس، هي منهج من مناهج هذه السلطة، هذه السلطة تنتهج خصومة مع الشعب وبدرجات متفاوتة، فكيف المصالحة مع الخصم؟ المصالحة ما بين خصمين متكافئين، أما عندما يكون الخصم هو الذي يملك السلاح ويملك الميليشيات ويملك القوة ويملك السلطة ويملك السجون، لا زال عدد كبير من أبنائنا في السجون والمعتقلات، لا زالت قرارات المجحفة تتعامل بفوقية وبطائفية واضحة مع سكان هذه المناطق، الجرائم التي ترتكب كما أشار الأخ شاهو بحق المواطنين في كل مكان لم يحاسب عليها أحد. إذن أنا عندما أريد أن أفتح ملف المصالحة، المصالحة بين من ومن أولا، وكيف تتم هذه المصالحة مع خصم يصر على الخصومة؟ هو ليس معترفا لهذه السلطة، لم تعترف بأخطائها لكي يتصالح معها ولكي يسوي الحساب، لكن الشعب العراقي كله خصم لهؤلاء لأنهم أتوا مع المحتل. وبالتالي دعوة الأمم المتحدة للمصالحة هي دعوة أمريكية مبطنة إيرانيا لكي يتم تصفية الأمور وتغيير قسم من الوجوه، ولم يحاسب أحد. جرائم الحرب التي ارتكبت بالعراق كيف ننساها؟ جرائم القتل وهتك الأعراب. سوف نأتي عليها بتساؤل دكتور هلال. أستاذ شاهو، يعني من الناحية القانونية ماذا تتحمل
الدولة العاجزة عن إعادة النازحين إلى مناطقهم؟ طبعا تتحمل المسؤولية الكاملة، لأن الدولة هي أقوى مؤسسة الآن، وبالتالي هي التي عليها أن تحاسب وتعاقب الميليشيات التي تمنع النازحين من العودة إلى مناطقها. فعلا هي تدعي أنها سوف تفتح هذه الملفات وسوف تفتح صفحة جديدة مع المواطنين، وتدعي أنها انتصرت على الإرهاب، بينما العوامل التي أدت إلى ظهور الإرهاب لا زالت موجودة ولا زالت قادرة على خلق حالة من التطرف في المجتمع، لأن إدارة الدولة أو سياسة الدولة تقوم على معاقبة طائفة معينة أو معاقبة مواطنين لأنهم يختلفون بسبب المذهب أو القومية. هذه السياسات تتحملها الدولة، وبالتالي نحن عندما رأينا تغيير الوجوه من المالكي إلى العبادي وتصريحاته بأنه سوف يقوم بإصلاحات جدية داخل الحكومة وبالتالي سيتم تغيير الوضع العراقي، استبشر المواطنون بشكل كامل بهذا الشيء، لأن الدولة قادرة على هذا الشيء. ولكن الآن يبدو أن هناك إما عجز داخل الحكومة العراقية عن معالجة هذه الملفات، أو هناك إرادة خفية عند العبادي لا يريد تطبيق هذه الأمور، بل يريد خداع المواطنين بانتصارات وهمية، انتصارات على الخراب، على الدمار الذي حصل والانتهاكات التي تحصل إلى الآن في هذه المناطق، وبالتالي تخدير المواطن حتى ينسى الأمور الرئيسية والتي قد تؤدي إلى مشاكل جدية في الفترة القادمة. بلا شك أن جميع المؤسسات الموجودة في العراق تتحمل المسؤولية، البرلمان عليها الضغط على الحكومة، ولكننا للأسف لا نرى مؤسسات فعالة داخل العراق. نرى أن الحكومة فاسدة وأن البرلمان لا يقوم بدوره لمحاسبة الحكومة، بل البرلمان أصبح وظيفته عائقا أمام الإصلاح في العراق، وجميع النواب أو أغلبيتهم يهتمون بمصالحهم الشخصية ولا يهتمون بمصلحة المواطن، وبالتالي اتفق هذين الجهازين بدل أن يكون هذا رقيبا على الجهاز التنفيذية، اتفق الطرفان على تغدير المواطن واستمرار الفساد واستمرار العملية التخريبية في العراق. نعم دكتور هلال الدليمي، يعني مطالب الأمم المتحدة كذلك تضمنت القضاء على الفساد، كيف ترى هذا المطلب؟ يعني هل هو واقعي للتحقيق، خاصة يعني إذا ما أخذنا جزئية الأموال التي خصصت للنازحين تم سرقتها أو أغلبها تم سرقتها من قبل سياسيين داخل الحكومة؟ أولا هي قضية من يحاسب الفاسد منطقيا، أن يكون هناك جهة صالحة غير فاسدة غير مشتركة بالفساد غير متورطة بالفساد هي التي تقوم بعملية المحاسبة، ولكن هذا الحال في العراق لا يوجد، لأنه الفساد أصبح مؤسسة ودولة عميقة صار بها الدولة. ولاحظ أن كل الذين أتت بهم الولايات المتحدة الأمريكية هم في هذا الصنف، وتعمدت بجلهم لكي تسرق ما تشاء وتأخذ ما تشاء، وهؤلاء السراق اشتركوا في عملية سرقة البلد منذ اللحظة الأولى أو قبل دخولهم إلى العراق، لأنهم باعوا شرفهم للأجنبي ابتداء، فبالتالي لا يمكن للفاسد أن يحاسب فاسد. القضية الأخرى، الأمم المتحدة تطالب جهاز إداري فاسد أن يحاسب الفاسدين. أنا أعتقد أنه هذه نكتة، يعني كيف أنت تطلب من رئيس عصابة أن يحاسب نفسه ويحاسب عصابته؟ هذه السلطة التي تسلطت على أمر العراق كلهم فاسدون، لا تستثني منهم أحدا. هذا القدر الفاسد لا يمكن أن يكون فيه جزء صالح، فكيف القدر الفاسد لما تدخل فيه حتى تدخل فيه لحمة طيبة فتفسد، لأن هذا الأمر أصبح فاسدا بأجمعه. فبالتالي عملية القضاء على الفساد لا تتم من خلال الفساد نفسه، لأن هذا المنطق حقيقة منطق أعوج، والأمم المتحدة تدرك أن هؤلاء ليس لهم القدرة على محاربة الفساد، لأن الفساد مؤسسة قائمة في العراق، لها القضاء يعمل لأجلها، القضاء فاسد، السلطة التنفيذية فاسدة، الأمن فاسد، الشرطة المحلية فاسدة. من الذي يقوم بمحاسبة من، وعلى من يطبقون القانون؟ على من يطبق القانون الذي يختارون منه ما ينفع مصالحهم؟ كما أشار الأخ شاهو أنه الدستور يتعكزون عليه عندما يريدون القضاء تنفيذ سياسة ممنهجة ضد الشعب العراقي، ويتخلون عنه عندما يكون لمصلحة المواطن العراقي. هذا هو المسألة في قضية محاربة الفساد،
الفساد يحارب من جهة خارج عن هذه الدولة، أن تكون هناك تغيير في السلطة وإزالة هذا القدر الفاسد من عن النار، ومن ثم محاسبة الفاسدين بقضاء عادل. هذه الشروط الأساسية لم تتوفر في العراق. المواطن العراقي الآن الذي لديه مظلمة لا يستطيع أن يشتكي على مسؤول، لأن المسؤول يستطيع أن يخفي هذا المواطن ويغتاله أمام الأشهاد ولا يحاسبه أحد نتيجة المحاصفة ونتيجة الطائفية المستشرية في البلد ونتيجة امتلاك الميليشيات للدولة. نحن لا توجد لدينا دولة، نقول اصطلاحا دولة. كيف تتم محاسبة الفساد وأئمة الفساد هم الذين يقودون الدولة؟ كيف يتم محاسبة الفساد وللفساد قوة وسلاح يدافع عن الأشخاص الفاسدين؟ عندما أعلن البرلمان العراقي قالت مدحت المحمود، قامت الميليشيات بتهديد البرلمانيين ولم يقصى مدحت المحمود. هذا أحد الأسباب. هذا جهة المحاسبة، جهة البرلمانية اللي مطالبها دائما بتطبيق القانون ومحاسبة السلطة التنفيذية. إذا كان البرلمان فاسد والسلطة التنفيذية فاسدة والقضاء فاسد، أعتقد أنه هذا المطلب ميت منذ اللحظة الأولى ولا يتم إلا بتغيير جذري لهذه العملية. نعم أستاذ شاهو، يعني مطالبة الأمم المتحدة بحصر السلاح بيد الدولة، كيف لهذا المطلب أن يتحقق وسلاح الدولة بيد الميليشيات وقد باتت جزءا من المنظومة الأمنية بل هي الأقوى في الشارع؟ بلا شك أن لا يمكن التعويل كثيرا على هذه المنظمات وخاصة المنظمات الدولية التي شاهدت هذه الجرائم بأم أعينها ولم تتدخل إلا بعد مناشدات كثيرة من المواطنين. بلا شك أن أيضا اليوم الأمم المتحدة تعلق على تنقل قاسم سليماني من العراق إلى سوريا وتقول أن هذا يعتبر انتهاكا للحظر المفروض عليه. هم يرون أن قاسم سليماني ينتقل بحرية ويتخذ من العراق مركزا لتدريب المقاتلين وإرسالهم إلى باقي المدن، وبعدها يصدرون بيانا يعلقون فيه على أنهم يدينون هذا العمل. هم يعلمون أن الآن هناك قوة كبيرة تعتبر قوة الميليشيات أقوى من قوة الدولة. قادة الميليشيات هم صرحوا أن لديهم جهاز استخباراتي وعسكري وقوة أكثر مما لدى الدولة، وبالتالي هم يعترفون بهذا الأمر. والمعارك التي حصلت للدولة العراقية والمعارك التي خاضتها الحكومة اعترفت أن اعتمادها الرئيسي على الميليشيات، وهذا يعني أن الدولة لا تستطيع أن تبقى بدون هذه الميليشيات. وفي حال قررت الحكومة العبادي التخلي عن هذه الميليشيات في سبيل تخفيف الضغوطات الدولية أو الداخلية عليه، فإنه لا يستطيع أن تخلي عليها كليا أو حلها، بل سوف يقوم بتنظيمها قانونيا بطريقة تتوافق مع مطالب المنظمات الدولية، ولكن تبقى هي ميليشيات، تبقى أتباع هذه الميليشيات لديهم عقلية طائفية وليس عقيدة وطنية تدافع عن كل مواطن كأنه مواطن يجب حماية حريته وكرامته. نحن بالأخير أمام ميليشيات عقائدية طائفية. نحن نرى أن عندما يتم التعامل أو تخطيط للهجوم على مدينة سنية كيف يطلقون شعاراتهم الطائفية، وحتى في آخر مرة عندما حصل في كركوك وباقي المناطق هم رفعوا الشعارات الطائفية والانتهاكات التي تحدث في طوس خرماته والتهجير كذلك والجرائم. الآن هناك اعتداءات جنسية، هناك اغتصابات بحق المواطنات في طوس خرماته، والحكومة العراقية صامتة عن هذا الشيء. هؤلاء غدا سوف يكونون جزء من المنظومة الأمنية العراقية، هؤلاء غدا سوف يصدر قانون يجعلهم جزء من المنظومة العراقية. كيف للمواطن أن يثق بهذا الشخص؟ هم جزء من المنظومة أستاذ شاهو، يعني بقرار البرلمان بأن الحشد يتبع رئيس الوزراء وهو تحت إطار القوات الأمنية. بلا يعني شك هذا الذي تم شرعنة الميليشيات، هو تم شرعنة ميليشيات حتى يردوا على هذه القرارات بأنه يتم احتكار سلاح بيد الدولة فقط. ولكن الآن حتى يمكن أن يكون لديهم خطط أخرى لمراعاة المطالبات الدولية لحل هذه الميليشيات، وبالتالي أنا المقصود هو أن عقلية هذه الميليشيات هي عقلية عقائدية متطرفة، ليست عقلية وطنية، وبالتالي عندما تكون تتعامل معها كجيش
كجيش للدولة، هذه لا تكون جيشا للمواطنين ولا تستطيع حماية الدولة. نعم. هذه فقط تحمي مصالح خارجية وأجهزة خارجية، وأثبتت هذا الشيء في تعاملها الأخير وفي التعامل مع المدن الأخرى في الموصل وباقي المدن. وبالتالي نعم. حكومة العبادي لا تستطيع أن تحل أو تتعامل وتتواجه مع هذه الميليشيات، لأنها ليس لديها القوة الكافية. يعني حتى لو كان هناك إرادة للعبادي للقيام بهذا العمل، لا يستطيع الاستغناء عن هذه الميليشيات. هذه الميليشيات نعم. استطاعوا أن يكسبوا الدعم الحكومي والدعم المالي والأسلحة، وبالتالي الآن أصبحوا أمر واقع أمام العبادي، والحل هو إما أن يتم حلهم ومواجهتهم أو يخضع لهم العبادي، وهذا هو السيناريو الأرجح، أن يخضع لهم ويخضع لمطالبهم ويسير على هذا النهج الذي رسمه إيران للعراق. نعم أستاذ شاه، بما أنه نحن نتحدث عن الأمم المتحدة وما أصدرته من دعوة لحيدر العبادي، لماذا لا تقوم الأمم المتحدة على الأقل بإدراج بعض قيادات الميليشيات التي ارتكبت جرائم واضحة بحق المدنيين، يتم يعني حظرهم أو يتم إصدار لائحة تجاههم بالعقوبات مثلا؟ مع الأسف أننا نرى حتى الأمم المتحدة أو باقي المنظمات الدولية أو حتى الدول العالم هي التي ترى بأم أعينها، هي التي تسمع الجرائم الميليشيات، وأصلا هذه الميليشيات توثق جرائمها، ولكن نرى أن هذه المنظمات لا تقوم بما يجب أن تقوم به لمعاقبة هذه الميليشيات. نعم. أعتقد أن هذا قد يكون جزء من اتفاق إيراني مع هذه الدول. يعني يجب أن لا ننسى أن الذي سلم العراق لإيران هي الولايات المتحدة الأمريكية، والذي كان ينظر ويتابع جرائم المالكي كان الولايات المتحدة الأمريكية، وإيران دخلت العراق وسيطرت على هذه الدولة في بي 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 تحت أنظار الأمريكان، وبالتالي هناك إرادة دولية الآن لعدم معاقبة أو غض الطرف أمام هذه الميليشيات، قد يكون لغرض استخدامهم ضد الجهات الأخرى، بعدها يأتي فترة أخرى لمعاقبة هذه الميليشيات، لمعاقبة رؤوس هذه الميليشيات، ولكن الآن للأسف هناك صمت دولي تجاه هذه الميليشيات وعدم فتح ملف حقوق الإنسان، رغم أن ادعاءات العبادي ليست صحيحة بأنه يراعي ملف حقوق الإنسان وأن هذه القوات قوات وطنية، وهذا الأمر يثبت خطأه يوميا إلى الآن. إلى الآن يوميا الميليشيات الطائفية، ميليشيات الحشد الشعبي في طوس خرماتو تمارس انتهاكات فعلية بحق المواطنين، بحق الموجودين العوائل الكردية داخل طوس خرماتو، وسط صمت حكومي وأيضا دولي من المنظمات الحكومية المحلية والعالمية. دكتور هلال، يعني في ظل انتهاء المعركة مع تنظيم الدولة وبقاء الكثير من النازحين في المخيمات، كيف تقرأ المرحلة المقبلة في العراق؟ المرحلة المقبلة سوف يتم إهمال هذه المناطق بحجة عدم وجود التخصيصات المالية، يبقى الحال كما هو عليه، لأنه تدمير هذه المناطق وإفقارها هو استراتيجية وليست مرحلية. السلطة المنطقة الخضراء أرادت بهذا العمل منذ أن سلطت على العراق أن تقوم بمعاقبة أهل هذه المناطق نتيجة بأوامر أمريكية واضحة، لأنه كما أشار الأخشاه أن الحشد الشعبي سلح أمريكيا وأنشئ أمريكيا، نيكروبونتي هو الذي بدأ بتشكيل هذه الميليشيات في العراق ودمج الميليشيات في الجيش، ومن ثم أتت دور الإرهاب المقدس الذي أفتى بوجود بإيجاد هذا الحشد الشعبي الفتوى الثاني اللي هي فتوى طائفية واضحة. بالنسبة للناجحين وهذه ومعالجة مناطقهم، نحن لدينا أمثلة صارخة، لدينا جيف الصخر مثلا، عزيز علي في صلاح الدين، سليمان بيك، لن يسمح لهؤلاء الناس من بالعودة. هناك مخطط إيراني كبير في إجبار أهل هذه المناطق على النزوح وإذلالهم وتهجيرهم، وهذا الكلام قاله المالكي علنا، وهذه سياسة سياسة حزبية، سياسة حزب الدعوة والأحزاب الإيرانية، قالوا أهل السنة في العراق أمامهم ثلاث خيارات، الثلث الأول يبقى في السجون والثلث الثاني يهجره والثلث يدعم، وهذا الذي حصل هو هذا مخطط، هذا ليس عملية
طارئة أنه دخل تنظيم الدولة وأصبحت العمل، لكن التهجير ومعالجة مشاكل المهجرين لن تعالج، بل ستترك على هذا الحال ويتم سرقة الأموال المخصصة لهم على قلتها، وانتهاج النفس الطائفي مع هذه المناطق وبقاء على هذا الحال. هو هذا استراتيجية السلطة في المرحلة القادمة. الدكتور هلال الدليمي المحلل السياسي كان معنا من عمان، شكرا جزيلا لك، وأرجو من الأستاذ شاهو القرداغي الكاتب والمحلل السياسي البقاء معنا لمناقشة المحور الثاني. أعزائي المشاهدين، فاصل ونعود إليكم. أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين. قال ممثل سلطات كردستان العراق في بريطانيا كاروان جمال إن بعض السياسيين الأكراد يمنحون حكومة العبادي مبررا لمعاداة كردستان، مشيرا إلى أن صمتهم إزاء المواقف والتصرفات اللادستورية واللا إنسانية لبغداد أعطى مبررا لحكومة العبادي لمعاداة كردستان بحسب تعبيره. نتابع هذا التقرير ونعود للنقاش. لن تحل أزمة كردستان العراق بجلوس الطرفين إلى طاولة الحوار من دون تدخل خارجي أو لجوء للسلاح، خطوة تعتبر شيئا من الخيال السياسي في واقع العراق الجديد، وهو ما ينطبق على أزمة استفتاء كردستان العراق. ولعل بحثا بسيطا في جذور الأزمة سيقود إلى خلل كبير في كامل البنية التي بنيت عليها العملية السياسية اليوم. فمن دعاية ودعاية مضادة إلى اتهامات متبادلة وصلت إلى حد شيطانة كاريكاتورية عفى عليها الزمن بين أطراف النزاع. فعلى سبيل المثال، مسرور البرزاني مستشار أمن كردستان العراق اتهم حكومة العبادي بالتهرب من الحوار مع أربيل، مشيرا إلى أن الحكومة في بغداد ما زالت تحاول حسم المشاكل عبر الأساليب العسكرية. تحذير البرزاني يتماشى إلى حد ما مع ما كشفت عنه صحيفة الحياة اللندنية عن وجود نوايا لحكومة العبادي للعودة لممارسة ضغوطها على كردستان، استكمالا لمحاولات فرض سلطتها على المعابر الحدودية والمطارات، وهو ما عرف بعد ذلك سياسيا بالحصار الذي قال عنه القيادي الكردي محمود عثمان إنه أضر بمواطني كردستان أكثر من إضراره بالسياسيين. ولعل التشرذم الذي أحدثه استفتاء كردستان بين شركاء العملية السياسية كان بذات التأثير أو أقل بين القوى الكردية نفسها، فبعد اتهامات الخيانة التي رافقت أحداث كركوك ها هي اتهامات بالتواطؤ مع حكومة العبادي تطال نوابا أكرادا في البرلمان، وجاء هذه المرة على لسان ممثل سلطات كردستان العراق في بريطانيا كاروان جمال الذي اتهم بعض السياسيين الأكراد بمنح حكومة العبادي مبررا لمعاداة كردستان. وفي حالة كحال العراق السياسية التي أصبحت مثالا للازدواجية والفردية وعشوائية القرارات كما يصفها محللون، لا يمكن التنبؤ بنهاية أزمة كردستان. هل ستنتهي عبر طاولة حوار أم بنصر آخر يعلنه العبادي من على أطلال مدن أخرى؟ ولمناقشة هذا المحور ينضم إلينا الأستاذ عبد السلام برواري الكاتب والمحلل السياسي من إدهوك، والأستاذ شاهو القرداغي الكاتب والمحلل السياسي الكردي من إسطنبول. أستاذ عبد السلام برواري، لماذا برأيك حكومة حيدر العبادي لا تريد للحوار أن ينجح بين بغداد وأربيل بحسب بعض السياسيين الأكراد؟
نعم تحية لك وليصيبك. في الحقيقة العبادي أعتقد يعيش في ظل ثلاثة أمور يمكن تلقيتها بسرعة: أخطاء السياسة الأمريكية في قراءة واقع العراق، لأنها كانت تتصور أن حكومة قوية في بغداد تتحد من النفوذ الإيراني ووقفت بالصف من كل تحرك يضعف موقف العبادي بضمه موقف قيم كردستان، وكانت النتيجة أن أثبتت الأحداث أن العبادي كان عاجزا أمام هذا الأمر. الشيء الثاني هو أن الحشد الشعبي وهي فصائل ميليشيا طائفية تأتمر في أمر قادتها المحليين والمرجع الديني كانت أقوى من أن تكون أداة يمكن السيطرة عليها من قبل الحكومة الاتحادية، ورأينا ردود الفعل المتشنجة من الخارج التي أعطتها فعلا وصفا يستحقها. الشيء الثالث، أمريكا تختبر جدية وفعالية السياسة الأمريكية في المنطقة، وقامت إيران بالذات بتحرك مكشوف في لبنان وفي العراق فقط لتظهر لنقول لتحدث رد فعل الأمريكي اللي كان بائدا، والحد القذافي يعني العبادي العفو من الآن يعمل من أجل الحصول على الولاية الثانية في أن يتولى حكومة العراق، وهناك المالكي كسيد مخلص على رقبته ينتظر أي هفوة منه لكي يحسد شارع ضده. لذلك هو يعيش هذا الموقف في الحقيقة، ولا يمكن له إلا أن يتخذ هذا الموقف المتسند دون ضغط خارجي. أنا أعتقد سيستمر في هذا الأمر، والذي يعاني هم أبناء كردستان يعني هذه العقوبات وهذه سوف نأتي للحديث عن تأثير العقوبات على مواطني إقليم كردستان. أستاذ شاهو، يعني كيف تقرأ ما صرح به مسرور البرزاني بأن حكومة العبادي تريد حسم المشاكل عبر الأساليب العسكرية؟ بلا شك هذا الأمر واضح من اليوم الأول، لأن بعد القرار المحكمة الاتحادية إلغاء نتائج الاستفتاء وآثاره، هذا يعني أن الاستفتاء انتهى ويجب فتح صفحة جديدة. ومن اليوم الأول نحن نرى أن حكومة الإقليم تطلب الحوار مجددا من بغداد، ولكن نرى أن العبادي أصبح يشعر بغرور بعدما حصل في أحداث كركوك وخرماتو، ويريد أن يفرض أكثر شروط على إقليم كردستان العراق. وكشف المصادر اليوم أنه يريد أن يستلم المعابر أيضا، وهو مصر على استلام المطارات، ولا يريد أن يفتح المجال الجوي مجددا بوجه كردستان العراق إلا عندما يعود سيطرة المطارات والمعابر إلى الحكومة الاتحادية. وبالتالي نعتقد أن عدم تقبل العبادي للحوار في هذا الوقت وتلويحه بالخيار العسكري، وأيضا الآن هناك معلومات استخباراتية بأن هناك تحشيد من قبل هذه القوات هذه الميليشيات، هذا يعني أن الحكومة العراقية قد تتصور أن السيناريو التي تم تطبيقها في كركوك والانسحاب الذي حصل من قبل قوات البيشمركة قد يحصل في الأماكن الأخرى وفي المعابر، ولكن دون أن يحسب حساب لقد هذا الفعل قد يشعل أيضا معارك ومعارك ضارية بين الطرفين، لأن البيشمركة صحيح أنها انسحبت في كركوك بحصل بعض التوافقات بين بعض الأطراف والحكومة العراقية، ولكن هذا الأمر لا يمكن أن يتكرر في باقي المناطق. ولكن يمكن أن الحسابات الخاطئة للعبادي قد يؤدي به إلى اتخاذ هذا القرار الذي قد يؤدي بضرر واشتعال حرب جديدة أيضا في هذه المناطق. نعم أستاذ عبد السلام برواري، يعني كيف تقرأ تصريح ممثل سلطات كردستان العراق في بريطانيا كاروان جمال لبعض السياسيين الأكراد الذين اتهمهم صراحة بأنهم يمنحون حكومة العبادي مبررا لمعاداة كردستان؟ آسف لم أسمع السؤال جيدا. سألتك كيف تقرأ تصريح ممثل سلطات كردستان العراق في بريطانيا كاروان جمال لبعض السياسيين الأكراد الذين اتهمهم بأنهم يمنحون حكومة العبادي مبررا لمعاداة إقليم كردستان العراق؟ نعم، هذا الموقف مستند على كلام قاله العبادي نفسه. هو قال هناك جهات في كردستان أوصتني بأن لا أفضل الميزانية لأن لا تصل إلى جيوب الناس، وأنا لا أستبعد وجود نفر اثنين أو ثلاثة في بغداد اسمائهم معروفة لا داعي أن أذكرها، كانوا يراهنون
على تقديم الاوضاع الماليه في كردستان، على حلم بان الجماهير سوف تنتصر ضد الحكومه او ان الحكومه ستعلن افلاس الخزنه، وانا حركه التغيير بالذات مع الجماعه الاسلاميه وقسم من الاتحاد الوطني يعني حركه التغيير ترفض اي لقاء كردستاني لبحث الامور والبحث في الخطوات المستقبليه. تقول نحن لدينا برنامج عرضناه وهي باقليتها يعني اقل من 24% من الاصوات، تقول اما ترضى كل الاحزاب بمطلبنا والا لن نجلس مع بعض، ومطلبهم هو ان يتم حل الحكومه الحاليه. طبعا الحكومه الحاليه لم تاتي نتيجه انقلاب، جاءت نتيجه انتخابات، ولهذا السبب موعد الانتخابات قريب، يعني المفوضيه تحتاج ربما الى 4 أو 6 أشهر للاعداد، واذا بدات الان ربما لن يكفي الوقت. فتشكيل حكومه جديده حتى لو فرضنا ان القوى السياسيه الرئيسيه سترضخ لهذا المطلب غير ديمقراطي، تشكيل حكومه في الشرق الاوسط وجدنا ذلك في بغداد حتى في كردستان. نعم استاذ عبد السلام، نعم يعني الى من يتم عزو أسباب توقف الحوار بين بغداد وأربيل؟ من يتحمل المسؤولية أكثر؟ فقط حكومة حيدر العبادي أم الحكومتين؟ لا هي إيران، أنا أقول بكل صراحة إيران تريد أن تحاسب الحكومة الكردستانية وبالذات شخص مسعود البرزاني، لأنه وقف 5 أو 6 سنوات طريق إنشاء ما يسمى بالهلال الشيعي، ولن يخفي ذلك مسؤولون عراقيون ويعني موالون إيران وإيران نفسها. هؤلاء يجدون فرصة كما قال ضيفكم العزيز، يعني ما حدث في كركوك لم يكن هو المقياس الحقيقي لقوة البيشمركة أو قدرتها. كان نتيجة مجموعة عوامل لا داعي ربما لأن يفكرها. هم يتصورون أن هذا أولد وضعية يمكنهم من خلالها إلغاء الفدرالية على الأرض بصورة نهائية، يعني الاتفاق على الدستور بدون تعديل مثلا ان تفرض السلطه الاتحاديه سيطرتها على كافه المناطق. نعم استاذ عبد السلام، سيطره على السيطره وحتى في الميزانيه تم الحديث عن محافظات، يعني حتى عندما تم يعني رفض جماعي لذكر محافظات كما الاثنين كردستان. نعم أستاذ عبد السلام أعود إليك، يعني عذرا على المقاطعة سوف ينتهي الوقت. أستاذ شاهو، يعني كيف تقرأ تصريح القيادة الكردي محمود عثمان عندما قال بأن الحصار أضر بالمواطنين أكثر من السياسيين، واليوم شهدت أربيل يعني مطالبة من قبل منظمات المجتمع المدني، طالبت حيدر العبادي برفع الحظر عن الطيران، برأيك هل هناك إمكانية لرفع حظر الطيران عن إقليم كردستان العراق في الأيام القادمة؟ بداية بلا شك أن الإجراءات التي اتخذها العبادي ضد الشعب الكردي أضرت بالشعب أكثر من السياسيين. نحن نرى أن الشعب أصلا كان يعاني من أزمة رواتب وكان يعاني من سياسات خاطئة للمالكي منذ 2014، ولكن العبادي أيضا عن طريق هذه السياسات أضر بالمواطنين بالمرضى عن طريق إغلاق المجال الجوي، وأيضا الوضع الاقتصادي الآن يعني شبه منهار تماما في كردستان العراق بسبب هذه الإجراءات. وأنا لا أعتقد أن العبادي سوف يتخذ هذا القرار، العبادي يريد أن يفرض شروط أكثر على حكومة الإقليم، وفعلا يريد أن يلغي الصلاحيات المستقلة أو المركزية التي كانت لحكومة إقليم كردستان العراق، بالتالي إعادة حكومة الإقليم إلى يعني إلى 20 سنة إلى الوراء حتى لا تستطيع أن تتخذ القرارات المستقلة خارج إرادة العبادي، وبالتالي سوف تستخدم هذا الوسيلة. أيضا هناك غرض آخر من هذه الإجراءات وهو تأليب الشارع في كردستان العراق ضد الحكومة الحالية حتى يقوموا عليها ويقوموا بتغييرها، حتى يعني يعطي عبادي الرسائل بأن هذه الحكومة هي التي تعيق إرسال الرواتب وتحسين الأوضاع وليس الحكومة المركزية العراقية. نعم أستاذ عبد السلام برواري، يعني هل يمكن أن نتصور أن الأزمة بين بغداد وأربيل سوف تستمر لغاية موعد الانتخابات، أم أن حيدر العبادي سيستخدمها لضمان الأحزاب الكردية في كتلته الانتخابية القادمة؟ ما هو رأيك؟ بالتأكيد يعني كل المراقبين يعني يعتقدون بأن ما يفعله العبادي هو في الحقيقة لا ليس نابعا لا الحرص على وحدة العراق ولا لنقل
يعني مواجهه منطقيه سوريه مع الاقليم، بل هي كلها لكسب الشارع ولايران نفسه انه بطل. وكما قلت المالكي ومنافسوه في الصف الشيعي لا يحلو لهم ان يظهر العبادي وكانه محرر العراق والقاضي على داعش في الوقت الذي ينظر الى المالكي بانه هو الذي بسياساته مهد طريق ظهور داعش. لذلك العبادي يحتاج الى هذه الاجواء. وانا اقول لك بكل صراحه يعني انا اخشى بان تبدا حمله عسكريه لا سمح الله على كردستان لكي يكمل الصوره عندها عندما تلتحم مع قوات البشمركه مدافعه عن حقوقها، سوف يظهر الامر وكانه تمرد. والشارع العراقي كما لاحظنا حتى في تصرفات النواب في البرلمان مع الاسف الشديد كل تقريبا كل الطوائف بغض النظر عن انتماءاتهم كانوا يخشون ان يتخذوا اي موقف عقلاني ما عدا موقف التصعيد هذا وموقف يعني معاداه الاقليم. لذلك العبادي سيستمر بتصوري مره اخرى ان لم تحدث امور اخرى تجبره على تعديل موقفه. اليوم اتصلت تريزا ماي رئيسه وزراء بريطانيا بالسيد نجيب البرزاني ودعته لزياره بريطانيا، زيارته الى فرنسا مرورا بتركيا، هذه كلها اشارات جيده ويجب ان ياخذها العبادي بنظر الاعتبار، ولكنها تحتاج الى زخم اكثر. امريكا التي ربما كان لها تاثير اكبر من البقيه سرقت المنطقه لروسيا لنقول بصراحه والعراق لايران. لذلك يعني ليس انا اشارك اخشائه بانه ليس هناك ما يبشر بالخير ما لم تدخل عوامل أخرى في الموضوع. نعم، الأستاذ عبد السلام برواري الكاتب والمحلل السياسي من دهوك، والأستاذ شاهو القرداغي الكاتب والباحث السياسي من إسطنبول، شكرا جزيلا لكما. أعزائي المشاهدين شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.